مش اشعل الكاميرا ما عرفش كاش نعمل. صافا مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم اخوتي غادي نوريكم كيفاش تقادوا الصور ديالكم غير بالهاتف، يعني ما غاديش تحتاجوا بي سي، ما غاديش تحتاجوش تقلبوا في يوتيوب على دي زابليكاسيون تقول ما طيبوش راسكم. اليوم غادي نوريكم تقادوهم ايزي. المهم اللي بغيت نقول لكم اخوتي هي ديك لابارتي الاولى اللي تفرشوا فيها في الفيديو كنت صورتها قبيله وديشارجات لي كاميرا الوغ درت تشارجا وكنت كنقصر في البلاي. دابا تشارجات الكاميرا الوغ غادي اش لي باتري الاخرين سلفتهم الدراري صحابي بقى لي واحد الوغ ماشي مشكل. وكما كتعرفوا ان اخر فيديو هضرت عليه في انستغرام هي كيفاش تقدر تطلعوا بروفيسيونيل، الوغ دابا غادي نجي نوريكم كيفاش تقادوا الصور ديالكم باش يبانوا مزيانين، وغادي نعطيكم جوج ديال لي زابليكاسيون اللي تقدر تقادوا بهم الصور ديالكم وطلعوا واعرين. الله يجيكم لي زافط اخوتي هما اللي كيخليوني نهضر بحال شي معوق. سو بلا ما نطول عليكم اخوتي ندوزو للتوتوريال ونشوفوا كيفاش نقادوا الصور ديالنا. ندخلوا التليفون ديالنا. اوكي سو اول ابليكاسيون اخوتي غادي نخدموا بها وهي اب لايت، هي هذه هنايا. سو غادي ندخلوا ليها غتلقاو تحت ليبراري فيلتر ايديت سيف. الوغ غادي نعزلوا حنايا الصوره ديالنا في ليبراري، غادي نعزلوا هذه دو كليك كتطلع لك ليطاب الثانيه اللي هي فيلتر. فيلتر غادي تعزل الفيلتر اللي بغيتي من هادو. انا غادي نعزل خاص تكون عارفين بعدا اي واحد حر في لي فيلتر. الوغ انايا غادي ننزل الفيلتر اللي غادي اللي غير غادي نرتاح فيه وصافي باش نقاد لكم الصوره مزيانه. الوغ غادي ننزلوا هذه. اوكي ثاني حاجه غادي نمشيو ليها وهي ايديت. الوغ هنا كنشوفوا الصوره ديالنا باللي بحال الا باهته شويه، خاصنا بلاك كحوليه. اوكي سو غادي نمشيو للشادوز نقصو شويه ميتون. اوكي الصوره بحال مظلمه شويه، يعني هاد البيوضيه هادو غادي نزيد نبيضوهم. غادي تمشي للوايت وتزيد فيه فوالا، ماشي بزاف مي انا كنشوف انا الصوره ديالي مظلمه شويه الو خاصها شويه الضو عليها. انا زدت شويه في الوايت باش يبيض البيض ويضوي الصوره. الوغ تلينا هذه سالينا نمشيو للثانيه بوم. هنا لا ما عندنا ما نديرو بها، هذه ديال الوايت بالانس واش بغيتي بحال هكا تسخن الصوره ولا تبان بارده. الوغ حنا ما عندنا ما نديرو بها. اوكي هذه ما عندنا ما نديرو بها، هذه ديال لي كولور ما عندنا ما ندير بهم حتى هذه بلاش. نيتيتي هذه شاربنس غادي نزيدو فيها بيان سور. كلاريتي نزيدو فيه شويه. ديما فاش تخدمو هادي حاولو تزومي هنايا الا بغيتو تزيدو دوك لي كغان لي نوز. الوغ حنا معندنا منديرو بيهم كليكو دو فوا باش يمشي لصيرو. الوغ هنايا فينيت هنايا انوريكم بحال دابا هنايا الجناب ديال الصورة ديالنا اللي بغينا نكحلوهم كنهبطو لتحت كيوليو كحل. بغينا نبيضهم غادي تجي وطلع هادو كيفما كتشوف. الو غانا نكحلو مع شويه. اوكي ثاني حاجه غادي نمشي ثاني حاجه مي الخطوه التاليه عاوتاني غادي نمشيو البروش، غادي نمشيو للاكسبوجر البايتنس، غادي نمشيو لهاد البلاصه هادي باش نضويوها مزيان. اي حاجه كتشوفوها انا بالاحمر هي اللي غادي تابليكا فيها هذيك البيوضيه بون. المهم نتوما حاولوا تصبغوا داكشي مزيان و فوالا. المهم انا ما غاديش نخدم لكم داكشي بلي ديتاي مي نتوما حاولوا تخدموا داكشي بشويه عليكم ما تزربوش. بالنسبه نقول لكم مثال درتو هكا ودخلتو في شي حاجه ما بغيتوش تبيض كتجيو لهنايا غتلقاو الحموريه وتحيدوها ايزي كما كتشوفوا. باش تعرفوا الصوره قبل وبعد سهله بقاو كليكين على الصوره بحال هكا يعني ضفاري ما قطعتهمش سوري جايز. anyway ابلاي تلينا نكونو سالينا هادشي كامل. غتجي لهنايا كادر
بالنسبة انستغرام كاش بريفير زعما هاد واحد على واحد سكوير زعما مربع او لا اربعة على خمسة بحال هكا. الوغ غادي نجيو ونديرها بحال هكا. اوكي سيف غنديرو سيف اوفر بوم موديفي داكوغ اوكي. الوغ تنانا هاد لابليكاسيون سالينا منها نمشيو لابليكاسيون التانية فيسكو بوم غادي نجيو لهاد الايكون هادي وغادي نامبورطيو الصورة ديالنا اللي هي هادي. الوغ غادي نجيو لهنايا وغادي نموديفيو عليها. انا جو بريفير الفلتر سي 7 اللي هو هذا ونكليكو على دو فوا ونقصو منو شي شوية ونبقاو نكليكين باش نشوفو بيفور اند افتر كاين فرق. سينو ما عجبكمش هاد الفلتر هذا تقدروا تجيو تبدلو شوفو نتوما فاش غادي ترتاحو. الوغ انجستري نجيو لهنايا انجستري سور لو بيليكول او دو لا سيف. الوغ كيفما كتشوفو هنايا هاكي كانت وهاكي ولات. الوغ اللي بغيت نقول لكم اخوتي هو ماشي اي واحد غادي يجي يدير كوبي كول لهاد هاد الايديت هذا اللي درت حتىش ما غاديش يجي مع اي صوره. الوغ نتوما شوفوا كيفاش صورتوها واش ناقصها واش كان ناقصها الضو يعني زيدو كان الكحل بزاف نقصوا شويه. المهم نتوما عينكم ميزانكم كيفما كيقولوا. الوغ هادشي اللي كاين اخوتي وندوزو للبلان اخر. اللي بغيت نقول لكم اخوتي هو لا فيديو ديال انستغرام اللي كنا قلنا فيه على كيفاش طلع انستغرام ديال بروفيسيونال كنضرب تقريبا غادي 7000 لايك. الوغ 7000 لايك وتقريبا شي 47000 مشاهده ماشي قليله اخوتي. ما عرفتش علاش يعني 47000 واحد كيتفرج ويلا 7000 لايك وانا 6500 ما عرفتش. الوغ اخوتي ما عرفتش مي نتمنى هاد لا فيديو هادي توصل ل 10000 ولا اكثر باش تفرحوني. المهم ما نطولش عليكم كان معكم ماد بيس اي دي من دي فيو الهيترز تلك تي هيترز اي تالله